منتوجات ومأكولات مطهية مختلفة تعرض هنا بأقدم سوق بعين البيضاء بأم البواقي، سوق يومي بوسط المدينة والمعروف برود الصايمين الذي يعد قبلة للمتسوقين من داخل المدينة وخارجها. هذا هو القلب تاع عين البيضاء، ومرحبا بكم لهنا، سواء ملاح عباد نظاف من البرايس كل شيء لهنا. خضره مبورخة لهنا، ديسير مبورخ، واش راح نقول لك، الحوت بالنسبة للحوت، الحوت حتى هو موافق لهنا في مدينة عين البيضاء. حركية كبيرة يعرفها سوق رود الصايمين لاكتضاضه بالباعة والمتسوقين، كما أنه بمثابة فضاء لشباب المدينة لممارسة مختلف الأنشطة التجارية الصغيرة لكسب قوتهم. هنا في رود الصايمين نجيو هنا نسترزقوا شوية حلويات، شوية ميكاي، شوية كاطو، شوية فلول، المهم نبدي نسترزق. هذا هي طول عمره، هذا هو الأول في البيضة، هذا هو الأول في البيضة. هذا كان رود الصايمين، على خاطرش كنا ندورو كل هنا ونرزقوا من هنا، ننصبوا كل هنا برا في الطريق. مكان يعتبره السكان بأنه قلب مدينة عين البيضاء، فهو يمزج بين التجارة والأسعار المعقولة في جو حيوي خاص مقارنة بالأسواق الأخرى.